رياض مدارس الوطن العربي. اليوم درسنا عن مشكلات الغلاف الجوي للصف التاسع من صفحة 34 ل 39. هلا في البداية بدنا نحكي عن ايش اسباب التلوث اللي بتصير عنا في الهواء. طبعا احنا في الدروس الماضية كنا نحكي شو اسباب التلوث الهوائي وشو اسباب التلوث المائي، واهم اسباب كنا نحكيها ونذكرها في الحصص اللي هي الثورة الصناعية والتوسع في الانشطة البشرية بفعل زيادة معدلات النمو السكاني. حكينا لانه زاد عندي عدد السكان، زادت عندي الثورة الصناعية، صار بدهم صناعات اكثر، وزاد حركة السيارات، وزاد استغلالهم للموارد الطبيعية. طبعا هاي اهم اسباب وعوامل ادت لاختلال التوازن البيئي. طبعا هلا بنحكي شو يعني تلوث الهواء. تلوث الهواء زي ما هو بالتعريف العام اللي هو دخول مادة جديدة وغريبة على مكونات الهواء او تغير نسبة احد مكوناتها على حساب المكونات الاخرى. بعدين بدي احكي عن مصادر التلوث الهوائي. عندي نوعين الهواء، عندي مصادر طبيعية الإنسان ما له دخل فيها، وعندي مصادر بشرية كل الدخل فيها للإنسان. هلا المصادر الطبيعية هي البراكين والغبار والأتربة وحرائق الغابات والمراعي، طبعا كلها بتؤدي لتلوث هواء. نيجي للمصادر البشرية اللي عندي احتراق الوقود سواء في المصانع سواء في السيارات وغيرها، وسائل النقل والصناعة، الاستخدامات المنزلية والنفايات الصلبة. هاي من أهم المصادر البشرية اللي بتؤدي لتلوث الهواء. طبعا بدنا نحكي عن أهم الظواهر اللي بتنتج عندي عن تلوث الهواء. أول ظاهرة مذكورة عندي في الكتاب اللي هي الضباب الدخاني. تعريف الضباب الدخاني اللي هو تفاعل أكاسيد النيتروجين مع بخار الماء في الغلاف الجوي مكون ثاني أكسيد النيتروجين. طبعا مع وجود أشعة الشمس بتفاعل ثاني أكسيد النيتروجين مع الهيدروكربونات من عوامل السيارات، بتأثر هاي الظاهرة في صحة الإنسان وبتسبب عندي العديد من المشكلات الصحية زي أمراض الجهاز التنفسي. عندي أكاسيد نيتروجين تفاعلت مع بخار الماء كونت عندي ثاني أكسيد النيتروجين. هذا أكسيد النيتروجين لما يتفاعل بوجود الشمس مع الهيدروكربونات من عوادم السيارات اللي هي بتأثر أصلاً في صحة الإنسان، بتأدي عندي لمادة بتأثر أكثر في صحة الإنسان وبتسبب عندي مشكلات صحية زي أمراض الجهاز التنفسي. طبعاً إيش أسباب تشكل الضباب الدخاني؟ منها المصانع، عوادم السيارات، محطات الطاقة، واستخدام المبيدات الحشرية والأسمدة الكيماوية. هاي من أهم أسباب تشكل الضباب الدخاني. في معلومة عندي لازم نعرفها، إن الضباب الدخاني بينتشر بشكل كثير كبير في المدن الكبيرة خاصة اللي بتتركز فيها انبعاثات دخانية من مصادر متعددة. لا عندي ثاني ظاهرة ناتجة عن التلوث الهواء اللي هي الجزر الحرارية. تعريفها مناطق ترتفع فيها درجة الحرارة بشكل مخالف لما حولها من توزيع في درجة الحرارة في جميع الاتجاهات. طبعا دائما المدن الضخمة بتشكل عندي جزر حرارية. شو يعني جزر حرارية؟ يعني مدينة درجة حرارتها أعلى من المدن اللي حواليها. طبعا بيحكي لي اللي بيسافر لمدن كبيرة بتركز فيها الدخان والضباب بيلاحظ المسافر هاي الأمور. طبعا الجزيرة الحرارية بتكون على شكل قبة تحرق المدينة في الجو، بمنع الإشعاع الأرضي من إنه يخرج للأعلى بمقدار 20% تقريبا، وبتضل الحرارة محبوسة عندي في هاي المنطقة. طبعا أهم أسباب الدخان اللي بيؤدي لجزر حرارية اللي هو دخان السيارات ودخان المصانع. طبعا يكون عندي ضغط سكاني كثير كبير في هاي المنطقة. آخر مشكلة بدنا نحكي عنها وآخر ظاهرة بتنتج عندي عن تلوث الهواء اللي هي الأمطار الحامضية. شو تعريف الأمطار الحامضية؟ تعريفها تفاعل بخار الماء
بشكل اكبر. شو السبب؟ لان